السلام عليكم متابعينا. أراد أحد الأمراء أن يتحقق بنفسه من صحة ما قيل له عن وجود قاض عادل في مملكته لا يتمكن أحدا أبدا من خداعه، فتنكر الأمير في زي تاجر وامتطى جواده وانتقل إلى المدينة. وعلى مشارف المدينة اقترب منه رجل كسيح يطلب منه صدقة فأعطاه إياها، فإذا الكسيح يتشبث بردائه. التفت التاجر في تعجب إلى الكسيح وسأله عما يريده بعد أن أعطاه الصدقة. قال الكسيح: بلى قد أعطيتني الصدقة، ولكن اعمل معي معروفا وخذني إلى ساحة المدينة. فأجابه الأمير إلى طلبه وأوصله إلى ساحة المدينة، إلا أن الرجل رفض النزول عن ظهر الجواد، فنهره الأمير قائلا: لماذا ترفض النزول؟ ها قد وصلنا إلى ساحة المدينة. قال الكسيح: ولما النزول والجواد ملكي؟ استشاط الأمير غضبا من الرجل الكسيح، واشتد بينهم الخلاف حتى تجمع حولهم الناس واقترحوا عليهم الذهاب إلى قاضي المدينة. مضى الاثنان إلى القاضي والناس معهم، وبدأ الحاجب ينادي على المتخاصمين حسب الدور. فاستدعى في البداية نجارا وسمانا، كانا يتنازعان نقودا بيد النجار. قال النجار: اشتريت من هذا سمنا، وعندما أخرجت محفظتي لأعطيه الثمن اختطفها من يدي محاولا انتزاع النقود، وهكذا جئنا إليك يده على يدي ومحفظتي، ولكن النقود هي نقودي أنا. أما السمان قال: هذا كذب وافتراء، لقد جاء هذا النجار إلي ليشتري مني سمنا، وبعد أن ملأت له الإبريق بالكامل طلب مني أن أفك له قطعة ذهبية، فأخرجت المحفظة ووضعتها على الطاولة فأخذها وأراد الهرب، ولكنني تمكنت من الإمساك به من يده وجئت به إلى هنا. صمت القاضي مفكرا ثم قال: اتركا النقود هنا واحضرا غدا. وعندما حان دور التاجر والكسيح قص التاجر ما حدث، ثم أشار القاضي للكسيح أن يأتي بحجته. فقال الكسيح: كل هذا كذب، لقد كنت ممتطيا جوادي في ساحة المدينة، أما هذا الرجل فقد كان جالسا على الأرض وطلب مني أن أحمله، فسمحت له بركوب الجواد ونقلته إلى المكان الذي يريده. فكر القاضي قليلا ثم قال: اتركا الجواد عندي واحضرا غدا. وفي اليوم التالي اجتمع المتخاصمون للاستماع إلى حكم القاضي. تقدم النجار والسمان أولا لمعرفة الحكم. قال القاضي للنجار: النقود لك. ثم أشار إلى السمان قائلا: أما هذا فاضربوه بالعصا 50 مرة. ثم استدعى القاضي التاجر والكسيح. سأل التاجر: هل تستطيع معرفة جوادك من بين 20 جوادا؟ قال التاجر: نعم. ثم سأل القاضي الكسيح نفس السؤال، فأجاب الكسيح بنعم. فأشار التاجر على الفور إلى جواده الذي ميزه بين 20 جوادا، وكذلك تعرف الكسيح على الجواد. عاد القاضي إلى المحكمة وقال للتاجر: الجواد جوادك فخذه، أما الكسيح فاضربوه بالعصا 50 مرة. وبعد الانتهاء من المحاكمة ذهب القاضي إلى بيته، فتعقبه التاجر، فالتفت القاضي إليه وسأله عن الذي يريده، فأجاب التاجر: لقد أردت أن أعرف كيف علمت أن النقود ملك للنجار وأن الجواد لي. فقال القاضي: أما النجار والسمان فقد وضعت النقود في قدح ماء، ثم نظرت اليوم صباحا لأرى إذا ما كان السمن طافيا على سطح الماء، فلو كانت النقود عائدة للسمان لكانت ملوثة بيده الدسمتين ولطفى السمن بالقدح. وأما معرفة مالك الجواد فكانت أصعب بالنسبة إلي، حيث أن الكسيح أشار مثلك إلى الجواد على الفور، ولكنني لم أقدكما إلى الإسطبل لأرى إن كنتما سوف تتعرفان على الجواد، بل فعلت ذلك لأرى أيكما سيتعرف عليه الجواد، فعندما اقتربت أنت منه التفت برأسه ومده إليك، وعندما اقترب الكسيح منه رفع أذنيه وقائمته مستنكرا، وبهذه الطريقة عرفت أنك أنت صاحب الجواد. وفي هذه اللحظة ابتسم التاجر قائلا: أنا لست تاجرا أيها القاضي اللبيب، بل أنا أمير هذه البلاد، وقد جئت إليك لأعرف حقيقة ما يقال عنك، وها أنا قد رأيت بنفسي أنك قاض حكيم وعادل،
فاطلب مني ما شئت لأكافئك به. قال القاضي: شكرا لك أيها الأمير، وهل يحتاج مكافأة من يؤدي عمله بصدق وأمانة؟ نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما له، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.